اسيدي درعتو البارح مع راسكم في الصحه. اللهم بارك. اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يوم الاخوان 30/1/2022 الان متواجد عند خالي عبد السلام. اللهم بارك. اللهم بارك، تبارك الله. انا طلعت نهز غير شويه ديال العلف، ان شاء الله نديو لك سيفا نحطو عندو شويه ديال السطوب هنايا ما يسخر ليه. بغيتي تخرجيه؟ الاخوة اللي تذكير كني تبارك الله هاد الغنم هادي هنا كاين تبارك الله اللي غادي تبقى مربوطة اني تحتى العيد. بالنسبة للاخوان يعني هاد الخلفان هادو راهم واجدين العيد ان شاء الله الا سخر الله راهم واجدين خلفان واجدين العيد. تبارك الله اللهم بارك. هنا الاخوان مازال ان شاء الله غادي ندير لكم شي فيديو على السيستيم ديال الماكله ديال الغنم. اللهم بارك. هذو الاخوان صرادة خلطين هنايا، هذو الاخوان مواتهم بلديه وباهم والفحل سردي. اللهم بارك. تبارك الله هنا كامل اول الاخوان كما شفتوا
يعني درت لكم غير مقتطف من ضيعات الاخوان العمراني تبارك الله اللهم بارك. هنا هاد الحواله هادو راه تيداويهم هاد الحواله تبارك الله غادي يبقاو العيد ان شاء الله. هنا الاخوان ضروري بالنسبه للسلعه اللي تتكون في الكوري ضروري تخصها الدول مداوم. كما قلت لكم ان شاء الله مازال غادي نعاود معكم يعني مرحله بمرحله، هذه النعجه بوحدها الحليب بوحده والخروف بوحديته، والله يسخر الجميع ونتمنى يعجبكم الفيديو.